بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا تلفاز من نوع كوندور الأدي، هذا هو موديل التلفاز 32F310. نشغل التلفاز، التلفاز يشتغل عادي، هذا هو الليد الأحمر ويصبح أخضر. التلفاز يشتغل عادي على حسب ما حكى لي الزبون، انه في بعض المرات تصبح الشاشة بيضاء ويسمع صوت وش وش، يعني لا يسمع الصوت جيدا. وأنا جربت التلفاز بعد مدة ساعة ونصف أصبح الصوت وش يسمع والصورة بدت عاتمة ظلمة. هذا هو الجهاز بعد فتح، هو موديل قديم نوعا ما 2012. هذه المين بورد، هذا هو رقمها، هذا درايفر ليد هو من هذا التيكون، هذه باور سبلاي، هذا التلفاز هو من نوع الإيدج، أي ذات الليدات الجانبية. بعد فحص الفولتيات، الفولتيات عادية لا مشكلة فيها. بعد التدقيق في الجهاز اتضح لي وجود مكتف منتفخ كما ترون. أربعمائة وسبعون ميكرو فارد، 16 فولت، هو خاص ب5 فولت التي تدخل للمين بورد. سوف استبدله، هذا هو بعد الاستبدال. هذا هو المكتف الذي تم ازالته كما ترون، 470 ميكرو فارد، 16 فولت، تم استبداله بواحد 470 ميكرو فارد، 25 فولت. ونجمع التلفاز ونجرب. هذا هو التلفاز بعد الاشتغال، تركته مدة 3 ساعات، هذا هو بعد انطفاء. جربته مرتين، ولم يحدث شيء، وإن شاء الله يكون العطل قد صلح. لكنني سأوصي صاحب التلفاز أن يتركه مدة زمنية طويلة لكي نرى المشكلة صلح أم لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.